الحمد لله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا راد لما قضاه الله، ولا مانع لما أعطى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى يعز ويذل، ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع، ويضحك ويبكي، ويغني ويقني، لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فإن أهل الصلاح دومًا مباركون، أهل الصلاح دائما مباركون، نفعون للخلق. قال المسيح عيسى عليه السلام في مهده: وجعلني مباركا أينما كنت. ومعنى المبارك أو من معانيها أن يكون نفاعا حيث وجد، في أي مكان ينزل فيه ينفع أهل هذا المكان، يرشد الضال، يعطي المحتاج، يهدي الشارد، يصلح بين المتخاصمين، كذلك يؤلف بين المتباعدين، يحث على وصل الرحم، يأمر ببر الوالدين. الحاصل أن المبارك النفاع. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وعيسى عليه السلام من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام مباركون، نفعون أينما كانوا، أينما حلوا تجد منهم النفع، لا تجد منهم القلاقل ولا الفتن. قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وهكذا سائر الأنبياء، وخاتمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أكره أن أثير على الناس شرا. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سحره، لما سحر وشوفي وعوفي وأعلمه الله من سحره، قيل له: يا رسول الله، أفلا نقتل من سحرك؟ قال: أما وقد شفاني الله عز وجل، فإني أكره أن أثير شرا على المسلمين، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعائشة رضي الله عنها، وهذا في باب ترك إثارة الشر أيضا: يا عائشة،
لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأذى الشديد الذي لحق به من أهل النفاق والذين مرضوا على النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره، أفلا نقتلهم يا رسول الله؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، فهكذا أصل يؤصل أن الشخص لا يثير شرًا على الناس بل يكون نفاعًا لبلاده ونفاعًا لأهله ونفاعًا لنفسه ولأصدقائه وزملائه ولعموم أهل الإسلام قدر استطاعته، لا يجتنون من ورائه شرًا ولا يجتنون من ورائه ابتلاءات، إنما إن اجتنوا يجتنوا ثمرة طيبة تنفعهم في دنياهم وتنفعهم في آخرتهم. وبعد، بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات والفتن المتوالية، وذاك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة أو أكثر، أخبر بذلك كله صلى الله عليه وسلم إذ قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم فأعطنيها، سألته ألا يهلكهم بالسنة أي بسنوات الشدة والمجاعات فأعطنيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وفي بعض الروايات: ولكن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقال محذرا: إني فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم إلى الحوض، فلا تقتتلن من بعدي. إني فرطكم على الحوض فلا تقتتلن من بعدي. كذا حذر عليه الصلاة والسلام. ولما نزل عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام: هذه أهون هذه أيسر. فقدر الله على الأمة ما قدر في لوح محفوظ وكتاب مسطور، كذا قدر الله المقادير وقضى الله الأمور، وعلينا أن نمتثل ما أمرنا الله به من الدفع قدر استطاعتنا، فإن هذا وإن كان قضاء كونيا قدريا لكن ثم قضاء شرعي ديني أمر الله به، أمر الله باجتناب الفتن وبالتعوذ منها، التعوذ بالله منها. فكان لزاما أن نبين وعلى وجه السرعة بعض أسباب السلامة والنجاة من الفتن، فإن الرسول خرج على أصحابه ذات يوم قائلا: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذا كان لزاما علينا أن نكثر من التعوذات بالله من الفتن. لذا شرع في دبر كل صلاة أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا، أي بكل صورها، وفتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال.
ففي دبر كل صلاة وقبل التسليم نتعوذ بالله عز وجل من الفتن تلك التي قد تصرف الشخص عن دينه ومن ثم تورثه الجحيم والعياذ بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام قام ذات يوم منزعجا من نومه فقال: لا إله إلا الله، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. هكذا قال دفعا للفتنة. في بعض الروايات: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا وحلق بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. فصلوات ربي وسلامه على النبي الأمين. علمنا المخارج من الفتن استعداد لها بالصلاة واستعانة بالله سبحانه، استعانة بالله مع تقوى ربنا عز وجل، إذ الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا من ماذا؟ من كل فتنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل، وسبيلا للنجاة والسلامة كذلك. وقال تعالى مبينا أن حسن الاعتماد عليه من أسباب السلامة والنجاة من الفتن، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن يتوكل على الله، أي يحسن الاعتماد على الله، فالله كافيه، والله حافظه، والله منجيه، والله مسلمه. ومن ثم كان ذكر الله بقولنا حسبنا الله ونعم الوكيل من أسباب السلامة والنجاة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، يعني فكانت عليه بردا وسلاما، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ومن أسباب السلامة والنجاة من الفتن الاعتصام بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تجهل فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. كتاب الله وصى به رسول الله، قال: وإني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله، فحث ورغب، حث على كتاب الله ورغب فيه، وكرر التذكير به صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فآية واحدة قد تكون سببا في نجاتك، وحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهله قد يكون سببا في نجاتك. إن أبا بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتنة التي دارت بين علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، أو علي وطلحة والزبير. أتاه طلحة والزبير يقولان له: تعالى اخرج معنا إلى البصرة. قال: فنظرت فإذا مع القوم أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة، وأنعم بعائشة أمنا وأكرم، فيلها من صديقة فاضلة بنت صديق كريم. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: فنظرت فإذا على القوم أمنا عائشة فامتنعت عن الخروج. فماذا كان بعد موقعة الجمل؟ عائشة رجعت رضي الله عنها تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكلما أثنى عليها شخص تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ورجع طلحة مقتولا، ورجع الزبير حواري الرسول مقتولا. كل هذا انتفع أبو بكرة لم يعرض نفسه لهذه التهلكة بسبب حديث واحد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بسبب حديث لرسول الله امتنع عن الخوض في تلك الفتنة. فالعلم النافع تستبصر به في الظلمات، وتستبصر به في الفتن. وإياك ثم إياك أن تعرض عن كتاب الله أو سنة رسوله. وإن كنت تجهل فلا تستمع إلى من يزهدون في أهل العلم. فسمى طائفة من الشباب المتعجل تريد أن تمضي كل ما في نفسها في لمح البصر، والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء قدرا. فينتقصون أهل العلم بناء على أنهم لم يفتونهم بالذي يريدونه وبالذي يهوون، فتدفعهم العجلة إلى النيل من أهل العلم والطعن في أعراضهم بناء على أنهم لم يفتونهم بالذي يهوون وبالذي يريدون. ما الفرق إذن بين الشاب المتسرع وبين العالم كبير السن الذي ألم بكتاب الله وسنة رسول الله؟ إذا كانت الفتوى التي ستخرج من تلك المشكاة موافقة لما في ذهن هذا الشاب، ما الفارق إذن؟ ما الفارق وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان لزاما ثم لزاما أن نقبل على كتاب الله في الفتن وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستبصر بهما ونقتبس منهما، ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم. ومن المخارج من الفتن دعاء الله والإكثار منه، أعني الإكثار من الدعاء، لأن الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالفتنة تأتي لردنا إلى ديننا، لردنا إلى ربنا، فعلينا بالاجتهاد في الدعاء. وإذا كان الرسول الأمين يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ألسنا أو بحق علينا أن نقول ذلك: اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، ومن المخارج من الفتن تقديم النصيحة لمستحقيها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول؟ يا رسول الله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذا قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم، بل وأشد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على بعض أصحابه بالنصح لكل مسلم. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فكان لزاما أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ليس بالفظاظة وليس بالغلظة وليس بالشك وليس بالارتياب، إنما تناصح لله. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن نوجه هذه النصيحة؟ قال: لله. قيل: تبتغي بنصيحتك وجه الله
وهكذا الأعمال كلها، إذا نصحت أنصح لله، تصدقت أتصدق لله، دخلت أدخل لله، خرجت أخرج لله، لا يحركني شيء إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لا أخرج تكثيرا لسواد قوم وأنا غير مقتنع برأيهم، كلا، بل سأقف بين يدي الله وحيدا، وسيسألني كما قال: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا عملت أي عمل أعمله لله سبحانه، صدقة، جهاد، تلاوة كتاب، إنفاق، حنون على أيتام مساكين، كل ذلك حتى الإصلاح، كل ذلك يكون لله وابتغاء مرضات الله. فهذا وجه. ووجه آخر في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. أن تحبب الناس في خلقهم وباريهم، وتذكرهم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، تذكرهم بسعة رحمته حتى لا ييأس يائس من رحمة الله، تذكرهم بعظيم عفوه، تذكرهم أيضا بأنه شديد العقاب، تذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى حليم، وإن أخر فليس بغافل أبدا، تذكرهم بسنن الله في خلقه، تذكرهم بصفاته العلى. هذا أيضا من النصيحة لله، أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه، فأمر الله ليس كأمر البشر، وأمر ونهي ربنا عن شيء ليس كنهي البشر. فإذا أمرنا الله بأمر فالأمر أمره والنهي نهيه، إن خالف مخالف فخلافه مردود عليه، أما نحن فلله سامعون مطيعون، بل نسأل الله أن يجعلنا دوما هكذا سامعين مطيعين، كما قال الخليل إبراهيم وولده إسماعيل: ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، خاضعين لك، سامعين لك، مطيعين لك، لله ولكتابه. ومن النصيحة لكتاب الله أن تحث الناس على اتباعه، وأن ترغب الناس فيه، في حفظه وتلاوته وتدبره والعمل به والتحاكم إليه، أن تحث الناس على كتاب الله كي يقبلوا عليه ولا يهجروه، يجعلوه في أحشائهم، يجعلوه في قلوبهم، يجعلوه منارات يستنيرون بها، يتبعون أوامره، يجتنبون نواهيه، لا يهمل ولا يتخذ مهجورا، ولا تترك ما فيه من الأوامر، ولا تترك ما فيه من النواهي، ولا يستبدل بدساتير، ولا يستبدل بكتب تاريخ مزيفة، إنما كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه، كتاب ربي، كتاب ربي، كما قال عكرمة وقد تناوله ووضعه على جبينه مقبلا له: كتاب ربي، كتاب ربي. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدعو إلى اتباع رسول الله في صغير الأمر وكبيره، إذ الله قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وحذر قائلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا قال تعالى، وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. كذا قال تعالى: وله عذاب مهين. فهكذا وقد قال ربنا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل ما أرسلت كي نأخذ من أقوالها ما شئنا ونرد عليها ما شئنا، إنما أرسلت الرسل لتطاع، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم تجب علينا النصيحة لولاة الأمور، شاء ذلك أم أبوه، فإنا قد أمرنا بإزداء النصح لهم إنقاذا لهم
وإنقاذا للبلاد، وأيضا اتباعا لأمر رسول الله، إذ قال: الدين النصيحة، وذكر في من ينصحون ولاة الأمور والقائمين عليها ولأئمة المسلمين وعامتهم. جدير بولاة الأمور أن يسوسوا الناس بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا في الناس بالعدل، إذ العدل به قوام الأمم، حتى الأمم الكافرة إذا كانت عادلة فيما بينها فإن الله يؤخر عقابها على الشرك به للآخرة، كما قال: أما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بشرك فقط، وأهلها مصلحون. فإذا كانت عادلة أخر عذابها على شركها إلى يوم القيامة، أما في الدنيا فترحم ويؤخر عذابها. فلذلك عليهم أن يقيموا كتاب الله، وأن يقيموا العدل في الناس، لا يقوموا في الناس بالظلم، إنما يقيموا العدل في عباد الله على القريب وعلى البعيد، على القريب وعلى البعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فإذا لم يوجد العدل فإن ذلك مؤذن بالدمار ومؤذن بالزوال والعياذ بالله. فعليهم أن يتحروا العدل، وأن يكونوا رفقاء بمن هم تحت أيديهم، فإن شر الرعاء الحطمة، كما قد ورد عن رسول الله، كما قد ورد في الأثر: إن شر الرعاء الحطمة. فشر راع يرعى الأغنام، على سبيل المثال الراعي الشديد الذي يضرب الأغنام ضربا عنيفا فيجعلها يموج بعضها في بعض وتتحطم وتهلك. وكذلك الأمراء والوزراء والرؤساء والملوك والمسؤولون، إذا كانوا أشد فإن النبي قال: إن شر الرعاء الحطمة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. فعلى ولاة الأمور أن يكونوا رفقاء بعباد الله سبحانه، وعليهم كذلك أن يعيدوا النظر ثم يعيدوه في حظ أنفسهم، فيؤدوا لكل ذي حق حقا، ويبادروا برفع الظلم عن المظلومين، وبرفع العناء عن المهمومين والمكروبين والمبتلين، فإن دعوات المظلومين تكاد أن تدمر من ظلمهم. على ولاة الأمور، وكما قال تعالى لنبي كريم من أنبياء: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن ولاة الأمور ومن أسباب بقائهم واستمرارهم نهيهم عن المنكر، فإن ذلك منوط بهم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن المسلم العامي إذا رأى ولي الأمر يقوم بالنهي عن المنكر يسعد به ويدافع عنه، أما إذا رآه لا يبالي ولا يلوى على ذلك، فسيقوم هو بتغيير المنكر بطريقة فيها قلة علم وقلة فقه، فيؤدي المنكر إلى منكر أشد وأنكر. فكان لزاما على ولاة الأمور أن يسعون جاهدين لإزالة المنكرات قدر استطاعتهم، حتى تسلم البلاد وحتى يسلم العباد، فإن النصح فقط لا يجدي. لقد قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فيزع ربنا بالسلطان ما لا يزع أحيانا بالقرآن، فمن الناس من ينتفع بالوعظ وينكف، ومنهم من لا ينتفع إلا بالسنان. فكان جديرا أن يقوم ولاة الأمور ولإنقاذ أنفسهم أولا من عذاب الله، لإنقاذ أنفسهم أولا من عذاب الله، لما سمعتموه من قوله تعالى لداود: احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله ما شأنهم؟ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فلإنقاذ أنفسهم عليهم أن يقيموا أمر الله، إنهم سيأتون ربهم فرادى، ثم لإنقاذ أممهم وشعوبهم، فإذا سعوا في إنقاذ أممهم وشعوبهم فلهم من أجر عظيم معد لهم عند الله، إذا رفعوا بأساء عن البائسين، أو كانوا سبباً في كشف الضر عن المتضررين، أو فرجوا هم مهموم، فإن الله يكرمهم ويثيبهم ويدفع عنهم الشر، إذا أخذوا للمظلوم من ظالمه أكرمهم الله، إذا أخذوا للمظلوم من ظالمه فإن الله يسددهم ويوفقهم، فالطاعة تجر إلى طاعة والمعصية تجر إلى معصية إذا لم تتب منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولعامتهم، لعامة المسلمين، علينا أن ننصح لعامة المسلمين، شبابهم ورجالهم ونسائهم، صغارهم وكبارهم، كل توجه إليه النصيحة في الباب الذي يحتاج إليه، في الباب الذي يحتاج إليه. ولعله ومن المناسب أن توجه النصيحة لشباب ملئوا حرارة وملئوا حمية، كان لزاما أن توجه إليهم نصيحة، فإن الشخص منا ليس له إلا رأس مال نفس واحدة، ليس لي أكثر من نفس، نفس واحدة هي رأس مالي، لا أملك إلا هي، فإذا بذلتها في طاعة الله وفي مرضاة الله أكرمت، وإذا بذلتها في معصية الله فذلك البؤس والشقاء يوم الوعيد. فكان لزاما أن نسعى إلى النظر في الموطن الذي نبذل في أنفسنا، إذا بذلت النفس في معركة مع مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كذا قال. وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإياك أيها الشاب أن تقترب من موارد الهلكة، أن تقتل نفسك أو تقتل نفسا مسلمة بغير حق، فإن الله سائلك، ولزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم. فانظر في أمرك قبل أن تخطو أي خطوة، كن مباركا على نفسك وعلى الناس، انظر إلى نفسك قبل أن تخطو أي خطوة، هل خطوتي لله؟ وعليك أيها الشاب بالنظر أيضا في صحة عملك، هل عملي هذا يوافق كتاب الله، يوافق سنة رسول الله أم لا؟ وأيضا عليك بالنظر في مآلات الأمور، عليك أن تنظر إلى مآلات الأمور، فإنك لست بأشجع من رسول الله أبدا، لست بأشجع أبدا من رسول الله محمد، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم
لما تألبت الأحزاب على مدينته وهو أشجع الناس لم يواجههم وجها لوجه، بل استمع إلى نصيحة من نصح بحفر الخندق، لأن القوم القادمون لا قبل لأحد بهم. ولست أيضا بأشجع من عيسى عليه السلام، فعيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ينزل وهو مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وسيقتل المسيح الدجال وسيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. مع ذلك كله لما تخرج يأجوج ومأجوج يقول الله له كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فماذا؟ قال: فحرز عبادي إلى الطور، خذ المؤمنين الذين معك وانتقل بهم إلى طور سيناء حفاظا عليهم. ليس هذا أبدا يفيد أن عيسى عليه السلام بشيء من عدم الشجاعة ولا أستطيع التلفظ به، كلا، بل رسل الله الكرام أشد الناس شجاعة، أشجعهم على الإطلاق، ولكن ثمة أسباب يؤخذ بها وينظر في المآلات. هذا مع القوم الذين هم كفار حتى، فما ظنك بالشرطي الذي أمامك وهو مسلم، بالشرطي الذي أمامك وهو مسلم، كيف بك إذا قتلته أو قتلك وكلاكما مسلم وأنت متأول وهو متأول؟ كيف ستقف بين يدي الله أيها الأخ الشاب؟ فكن متريثا، كن عاقلا، كن مؤديا لحقوق الإسلام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإلى الشباب نصيحة: عدم الاستعجال، فربنا أمر نبينا بالصبر، أمر نبينا بالصبر، وبقي 13 عاما بمكة يظلم ولا ينتصر، حتى قال ابن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أذلة أعزة عفوا، فالآن أصبحنا أذلة، يعني نهان ولا نرد، لأنه قد قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيها الإخوة، إن الناظر إلى المظاهرات التي يزمع اندلاعها لا بد وأن تكون له عبرة فيما سبق وفيما مضى. فماذا بعد المظاهرة؟ ما المتوقع؟ الغيب يعلمه الله، ولكن أمرنا بالنظر في المآلات، أمرنا بالنظر في قدرات من أمامنا، أمرنا بالنظر أيضا في من أمامنا مسلم. نحن لا نشك في إسلامه ولا في إسلام إخواننا، لكن النظر إلى المآلات، ماذا يكون بعد المظاهرة؟ قتل لعدد، تفجير في مكان، أعدادنا إلى تجرح، أعدادنا إلى كذلك تعتقل، أعداد من الشرطيين يقتلوا، كل ذلك لصالح من؟ بربكم أجيبوا، هل هذا لصالح الإسلام ولرفعته، أم لصالح أيد خفية، لصالح الشيطان الرجيم وأتباع الشيطان الرجيم؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، أي سعى الشيطان للتحريش بينهم. لا يسعدنا أبدا أن يقتل مسلم، ولا يسعدنا أبدا أن يقتل شرطي، ولا يسعدنا أبدا
أن يقتل معاهد مسالم أبدا، فإن كل هذه جاءت فيها نصوص الوعيد لمن فعل ذلك بغير حق. فالناظر إلى المآلات، مآلات الأمور وما سيحل اليوم الشاب بمعنى، ويعبد الله ويطيعه قدر استطاعته، هذه طاقته وهذا مجهوده، إذا كلفته بما فوق طاقته غدا سيصير إلى معتقل أو يجرح جسمه أو يقتل وسيسأل بين يدي الله. ليست النية وحدها هي المعول عليها، بل النية الصالحة والعمل الصالح. يشهد ربنا وهو الشهيد علينا وعليكم، وسيحاسبنا ويحاسبكم، أننا نريد شرع الله في كل صغير وفي كل كبير، في كل صغير وفي كل كبير، ونسأل الله العون على ذلك. ولكن ما السبيل إلى ذلك الذي يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا تلوث أيدينا بدماء، ولا يختلجنا مفسد يفجر تفجيرا وينسب إلى شباب يحب شرع الله سبحانه وتعالى. إن لنا أسوة حسنة في رسول الله، ولنا أسوة حسنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نلقى ربنا بيد لوثت بدم بغير حق، ولا نلقى ربنا سبحانه وتعالى بخوض في أرض، ولا بانتقاص لحق مسلم أبدا. إن النبي من وصاياه يوم الحج الأكبر في حجة الوداع، من وصاياه والتي أمر أن تبلغ للناس، سأل الصحابة لافتا انتباههم: أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. تأدبا مع أنهم يعرفون أنه يوم النحر، فقال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ سكتوا ظنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالشهر الحرام ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذه؟ سكتوا ظنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالبلدة الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الرسول يقوله. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ أن يكون أوعى ممن قد سمع. على إخوان الشباب أن يذكروا حرمة أعراض أهل العلم، حرمة الدماء المسلمة، حرمة الأموال، فلا يقترب من مال حرام بغير حق. إخواني، وأخص إخواني الشباب، إخواني، عليكم أن تنظروا في قدرات الناس، لا بد من النظر أيضا إلى قدرات الناس، فإن ربي لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فهناك خلل يحدث في أوساط الشباب وفي أوساط الجماعات التي انحرفت عن طريق الهدي والرشاد، ألا وهو عدم عذر الناس بجهلهم، وعدم عذر الناس بضعفهم، وعدم عذر الناس باستكراههم. فهناك عذر بالجهل، الجاهل معذور إلى أن يعلم، الضعيف معذور إلى أن يقوى، المكره معذور إلى أن يرتفع عنه هذا الإكراه. فانظر إلى قدرات الناس وطاقات الناس، لا تسرع إلى تكفير الناس ومن ثم استباحة دمائهم، لا تسرع إلى تكفير المكرهين، فالمكره له حكمه،
والضعيف العاجز له حكمه، وليس الضعف وليس العجز بواقف على الأفراد بل على الدول أيضا. فقد تكون دولة عاجزة عن أمر من الأمور فلا أحكامها، الدولة العاجزة عن فعل شيء لها أحكام الفرد العاجز أيضا، الدولة الضعيفة لها أحكامها التي تختلف عن أحكامها إذا كانت دولة قوية. وكما أن الإكراه يكون على الأفراد فقد يكون الإكراه على الجماعات كذلك، فحينئذ سمى فقه للجهاد في سبيل الله، سمى فقه للجهاد في سبيل الله. فأقول والعليم هو الله، ولكن هذا ما بدا وظهر أن المظاهرات المزمع إقامتها مفاسدها أكثر بكثير بكثير من مصالحها، وهذا رأي العين. فكم من قتيل قتل، وكم من مشرد شرد، وكم زج بأقوام في المعتقلات، بل وكم من جندي كان حارسا للبلاد وأمينا عليها سفك أيضا دمه بغير حق وهو في مكان بعيد بعيد عن أرض الفتنة. فيا إخواني بارك الله فيكم وحفظكم الله كما علمكم رسولكم، أحرص على ما ينفعك، والله لن تنتفع، والله لن تنتفع إلا بأعمالك الصالحة أو ما شاء الله أن تنتفع به من شفاعات الشفعاء يوم القيامة. ولكن كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. أقول مذكرا للشباب التريث والصبر والتأني وعدم العجلة وعدم انتقاص العلماء وازدرائهم، فلهم رؤيتهم ولهم استدلالاتهم من كتاب الله واستدلالاتهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلالاتهم من سير السلف الصالح. فالتأني والنظر والحكمة واتباع النصوص والحرص على عدم سفك دماء المسلمين، لسنا في موطن ولا موقع أقوى أبدا الآن من موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ومع الرسول عشرات الآلاف ومع أهل الكفر أيضا عشرات الآلاف، ولكن الرسول وبأمر ووحي أمر بتأجيل اللقاء، بيد أن الفارق واضح. فهؤلاء الذين في أوساطنا مسلمون مسلمون مسلمون، فإياكم ثم إياكم أن تنفقوا أنفسكم في غير مرضاة الله وتتسببوا في قتلها، فإن قتل أنفسكم أيضا ستسألوا عنه يوم القيامة، ستسألوا عن أنفسكم يوم القيامة، وكذلك سفك دماء المسلمين ستسألوا عنه يوم القيامة. فأعود مذكرا حريصا على إخواني وفقهم الله أن يحافظوا على دينهم وأن يلزموا الحكمة والموعظة الحسنة، وألا يخرجوا إلى هذا الذي قد يردي بهم إلى قتل نفس مسلمة منهم أو من غيرهم من المسلمين. فالله الله في الدماء، الله الله في الأعراض، الله الله في أموال المسلمين. هذا وأعود مذكرا للإعلاميين، فلهم علينا حق النصح. كفاكم يا رجال الإعلام فسادا وتضليلا للعباد، كفاكم نفاقا، كفاكم معشر العلمانيين ما تصنعونه لصدع صفوف المسلمين. فعلى الساسة والمسؤولين أن يأخذوا على أيدي الإعلاميين الذين يثيرون الشر والفساد في البلاد، الذين يثيرون الانحلال الخلقي في البلاد، الذين يثيرون النعرات الجاهلية ويبقونها عوجا. إننا وكما أننا نرفض ونبرأ إلى الله من الغلو المفضي إلى الحيود عن الكتاب والسنة، نبرأ إلى الله من الغلو والتكفير والتضليل وتبديع العباد بغير حق، كذا فإننا نبرأ إلى الله من العلمانية والليبرالية والديمقراطية. وأمة محمد أمة وسط، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد
لا حرورية ولا إرجاء، لا حرورية ولا إرجاء ولا غلو ولا انحلال أخلاقي أيضا، إنه يجدر بالمسؤولين وحتى يسلم لهم الأمر أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء من الإعلاميين الذين مرضوا على الفساد ومرضوا على الإفساد ولم يتوانوا في إشعال الفتنة بين طوائف الأمة وأفرادها، بل يوقدون صباح مساء نيران الفتنة وبجهل وغباء أحياناً وبتعمد وإحكام أحياناً يطعنون في ثوابت الدين الإسلامي، فيخرج زائغ ويجب أن يأخذ المسؤولون على يديه. يقول إن الزواج الذي أحله الله، يقول في شأن الزواج الذي أحله الله، يقول إنه استرقاق للمرأة، ويصف الزنا والعياذ بالله بأنها حرية مطلقة. أي دين هذا وأية ملة هذه الملة العوجاء التي عياذا بالله تضل الخلق وما تهديهم؟ وما من منكر ينكر، وإنما النكير كله على المستقيمين. فجدير بالمسؤولين، ونعلم أن منهم أهل فضل وصلاح أن يأخذوا على أيدي الإعلاميين السفهاء، والله هم أشد من يؤجج فتنة الفتنة، وأشد من يؤجج قواعد التكفير وقواعد التضليل من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. إننا إذا خاطبنا شابا نحاول أن نثنيه عن فكر التكفير، يقول هذا الذي يقول إن الزواج حرام، إن الزواج حرام وإن الفحش والخنا والزنا هو الحلال، لما يسكتون عنه؟ هكذا يحاججنا. فكان لزاما أن يؤخذ على أيدي السفهاء من العلمانيين والليبراليين الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة ويبقونها عوجا. هذه منوطة بالحكام، هذه منوطة بالحكام ومسؤولية الحكام حتى تهدأ الأمور. بارك الله فيكم وحفظكم الله، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وأذكر نفسي وإخواني والأفراد والجماعات والمسؤولين بقول الله تعالى والصلح خير، وبقول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فجدير بمن له قدرة على الإصلاح أن يتدخل للإصلاح بين المسلمين على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى الأمم، وعلى مستوى الشعوب، حتى يسلم لنا أمرنا. فإننا مخاطبون بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ومخاطبون بقول ربنا سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فبدلا من أن ينفخ الناس في الكير كل يريدها أن تكون مشتعلة، عليكم جميعا بالسعي لتهدئة الأمور بين أهل الإسلام حتى تحقن دماؤهم، وحتى تزول الفتن عن بلادهم، حتى تحقن الدماء وحتى تزول الفتن عن البلاد وعن العباد. جدير بنا جميعا أن نسعى للإصلاح، جدير بنا أن نسعى في هذا الصدد ولهذا الغرض، حتى تحقن الدماء المسلمة وحتى يعبد ربنا سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. إخواني، نعلن عن براءتنا من سفك أي دم مسلم، نبرأ إلى الله من سفك أي دم مسلم، ونبرأ إلى الله من تفجير يودي بالمسلمين والمسلمات، ونبرأ إلى الله من إيذاء المسلمين في أي مكان كانوا، ومن إيذاء الشرطة المسلمة في أي مكان كانوا، والجنود المسلمين في أي مكان كانوا،
ولسنا بأصحاب جماعات ولا أحزاب، إنما نحن مسلمون وبحسبنا أن نكون على الإسلام حتى الممات. عصبيتنا لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلنتآخى كما أمرنا ربنا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب البيوع: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في الزواج: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. في كل الأبواب: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. فالأخوة الإيمانية باقية، نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم من غير تحصب لحزب ولا لجماعة، إنما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وشعبها وجيشها وساكنيها، نسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يجمعهم جميعا على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يحقن دماءهم. اللهم آمين. أسألك يا ربي أن تحقن دماء المسلمين، وأن تؤلف بين قلوبهم، وأن توحد صفوفهم يا رب العالمين. هب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا يا رب سامعين مطيعين لك، ممتثلين أمرك، ممتثلين أمر رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. يا رب أصلح بين القلوب المتنافرة أهل الإسلام، قرب بينها وألف بينها، واجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وجنبنا الفتن يا ربنا ما ظهر منها وما بطن، وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. يا رب ألحقنا بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ألا وصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.